ويحكى فيما يحكى أنه كان هناك رجل أعمى يعيش في بيت لوحده، وفي هذا البيت بستان يحيط ببيته. رزقه الله حكمة وذكاء وعلما هذا الرجل، مع أنه ضرير وأعمى. كان هذا الأعمى يعيش في داره الجميلة في أمان، ووراءه كما ذكرت لكم حديقة وبستان مليء بالأشجار. في يوم من الأيام ربح صاحبنا الأعمى بتجارة قام بها كثيرا من المال، فخرج إلى بستانه مباشرة وجلس تحت شجرة يحبها ويعرفها جيدا، وحفر تحتها ودفن ماله. بعد فترة عاد الأعمى لاستخراج ماله فلم يجده مكانه. فكر ثم فكر، أترى ماذا الذي قد يكون قد سرق مالي؟ وبعد وقت من التفكير قال: ليس إلا جاري، وهو لص محتال معروف في المنطقة، فلربما رآني وأنا أدفن المال. فذهب الأعمى الحكيم إلى بيت جاره. حين وصل صاحبنا الأعمى إلى بيت جاره المشهور بأنه لص، قال له: جئتك مستشيرا، وما خاب من استشار. فشد اللص قامته وأغلظ رقبته واستعد لكي يشير. قال له: استشر كما تريد، ولسوف تجد عندي الرأي السديد. قال له الأعمى في ذكاء شديد: حصلت اليوم على مال وفير، فهل ترى أن أحفظه عند رجل قد يحفظ الأمانات ومعروف بحفظه للأمانة، أم أخبئه في بستاني في مكان أمين أعرفه؟ فهز اللص رأسه وهو يقول في نفسه: إن المكان الذي يقصده أكيد هو نفس المكان الذي أعرفه وأخذت منه المال في المرة الماضية. ثم قال له: لا، إن حفظ المال عند الآخرين أمر خطير، وربما يفقد هذا الشخص أمانته، وهذا أمر قد يعود عليك بالخسران. احفظه في البستان فيبقى أمره في أمان. شكره الأعمى وقال: صدقت، غدا بإذن الله سأحفظه في بستاني مع غيره من المال. خرج الأعمى الطيب إلى داره. تسلق اللص جدار البستان في اليوم التالي أو في الليلة قبل اليوم التالي، وأعاد المال الذي سرقه في المرة الماضية كما كان، حتى يجده الرجل الأعمى عند وضعه للمال الجديد. وقال: سأخذ مرة أخرى المال الجديد والقديم. وفعلا في اليوم التالي مباشرة توجه هذا الرجل الأعمى إلى بستانه وحفر في نفس المكان، والرجل اللص اللي هو جاره يتابع من فوق السور، وهو فرحان طبعا لأنه سيحصل على مال أكبر وكمية أكبر من المال. مباشرة بعد أن انتهى الرجل الأعمى من عمله وغادر بستانه، توجه في الليل الرجل اللص ليجمع المال، فلم يجد شيئا سوى ورقة كتب فيها الأعمى صاحب عقله الرشيد: من فكر في حكمة وذكاء لا يمكن أن يخدعه الأغبياء.